السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايبه لكم اسعار الفاكهه اليوم وليه الفاكهه غاليه السنه دي جدا، زي ما احنا متابعين كل الاسعار. وكمان هعرفكم الفرق وانواع العنب، في عنب فلاحي وفي عنب صحراوي، هعرفكم الفرق بينهم. هنا بقى البياع الامين هو اللي بيقول لك الفرق بينهم، مش اي حد يقول لك. احنا النهارده موجودين عند فواكه ابو نور في محافظه بورسعيد، شارع كسره والغوري. انا صورت لكم عنده قبل كده وكانت الفاكهة عجباكم جدا، علشان كده رحت له تاني بقى المرة دي واعرف منه كل حاجة، ليه الاسعار غالية وايه الفرق بين العنب وانواع العنب وانواع التين وانواع المانجا وايه الوقت اللي بتخزن في المانجا. كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. وكمان عرفت من ابو نور ان هو اللي بيوزع الفاكهة لجميع الحلوانية اللي موجودين في بورسعيد. اتبسطت جدا بجد من الحكاية دي، ان الحلوانية اللي موجودين عندنا فعلا بيعملوا كل منتجاتهم من الفاكهة الطبيعية، مش من الفاكهة الصناعية ولا ألوان صناعية ولا الكلام ده. ده حاجة عجبتني جدا. برضو بياخدوا كل الفاكهة بتاعتهم من عند أبو نور. كمان أبو نور عنده توصيل للبيوت، عنده دليفري. الدليفري بقى اللي عنده موجود عنده الحاج عباس البركة. بجد الحاج عباس ده الدليفري بتاع المحل عنده، ده البركة بتاعت المحل. أنا بقول عليها كده وانتوا كمان هتحبوه جدا وهتقولوا عليه كده. بيوصل كل أحياء بورسعيد، الفيروز، الحي الإماراتي، كل الأماكن الجديدة، وطبعا الفرنج بقى والعرب وكل ده. أنا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو أنت أول مرة تشوف القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا كل أصحابكم علشان تتابعوا كل جديد أنا بقدمه في بورسعيد. أنا علشان أصور الفيديو اللي أنت هتشوفوه 15 دقيقة دون، أنا قعدت ساعة بالظبط، كل دقيقة بفصل كل دقيقة بفصل. بسم الله ما شاء الله عنده زباين كتير جدا جدا، ومن أرقى ناس في البلد، عنده الدكاترة، عنده مهندسين، وكل ده بنتكلم معهم برضو جوه الفيديو. هتعرفوا أسعار الفاكهة اليوم. أبو نور عندهم صفحة على الفيس اسمها فواكه أبو نور، تابعوها يا جماعة عشان برضو تعرفوا العروض اللي هو بينزلها وتعرفوا الفاكهة اللي هو بينزلها أول بأول. اللي عجبني برضو عند أبو نور إن هو عنده من نفس الفاكهة 3 مستويات، يعني هتلاقي ب20 ب25 ب30، وهتعرفوا الفرق ليه الفروق دي في الاسعار ونفس المنتج. مضطرين بقى نصور كده عشان ما شاء الله عنده زحمه جدا، مش عارفه ايه اصور ونتكلم، فاحنا بقى هنصور وهو بيشتغل ما شاء الله، ونحاول كده نصطاده ايه في المكان ده كده، بس نعرف العنوان ونعرف الاسعار والحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. يعني كذا مرة أفصل الفيديو والله. إيه ما شاء الله اللي بيجي ما شاء الله ياخد فين، عنب، مانجا، موز، بسم الله ما شاء الله. خلاص القطاس الورق طلع؟ بنجيبه من اسكندريه ده والله. ورق صح؟ يعني ما عادش حد دلوقتي بينزل شنط ولا انت بتعمل كده؟ ده هو تيجي معانا والله، هو ده نعمة بقى عشان ينزل كتن بس. حلو قوي، عجبتني اللفته دي. عنب يا عيني عجبتني قوي اللفته دي، ان التين ده لازم بتحط في الورقه دي، في الكيس الورق. فاكرين بتاع زمان ده؟ اللي كل ما تشوفوا فيلم كده كنت تشوفوا ايه، رب الاسره دخل كده انا ومانجا وتيس كده ورق. السلام عليكم. السلام عليكم. عايزك تقول احنا فين؟ احنا في شارع كسرى والغوري. المحل اسمه ايه؟ فواكه ابو نور. فواكه ابو نوره. ابو نوره؟ نور. ابو نوره. ازيك ابو نور؟ كل سنه وانت طيب. عندك النهارده؟ عندنا عنب بنات وعندنا عنب احمر. عنب بناتي وعنب احمر. وعندنا تين بتاع العمريه. وتين العمريه؟ هنقول اسعار، احنا مش هنقول كده بس. العنب ب 30. ب 30؟ ماشي. 25. 25 عنب اهو كده يا جماعه. التين ب 40. التين ب 40؟ ماشي. التين اخباره ايه السنه دي؟ التين حلو السنه دي ولا الدنيا عامله ايه؟ ايه تاني عندك؟ مشمش؟ وده مشمش سوري حلو. مشمش سوري ب 35؟ وده خوخ اردني ب 70. خوخ اردني ب 70. عايز اعرف الفرق بينه وبين الخوخ العادي ايه؟ ده مستوى ده مش مصري. والله يعني الناس لما تيجي تاخد ده ولا تاخد ده؟ الاثنين حلوين. الاثنين حلوين؟ كل حاجة لها وقتها. كل حاجة لها وقتها، ده وقته يعني. ماشي. دي
هي مانجا قطيعة. لسه المانجا تسمع ليا؟ اه مستوية حلوة. بكام المانجا دي؟ المانجا دي انا شايف عندك اسعار. ايه الاختلاف بينهم كده؟ 25 و35 و40 ليه؟ احجام. والله لكل كلها حلوة؟ طعم كل واحد. كلها طعم واحد؟ اكيد على كده الناس هجيلك على كده. المرة اللي فاتت احنا صورنا وقلت لك الناس وعندي تفاح مصر حلو ب 35 و40 تفاح المصر ب 35 و40 والموز 25 ماشي 35 و40 يا جماعه التفاح المصري اهو وادي الموز ب 25 برضه تمام ماشي عايزين ندخل على البرقوق بصوا يا جماعه انا عبال ما بصور حاجه يعني الفيديو اللي انا هجمعه لكم ده متصور كل دقيقه دقيقه لان بسم الله ما شاء الله الزباين عنده ما شاء الله شايفين الناس عنده قد ايه البرقوق بقى البرقوق ما شاء الله شايفين بقى البرقوق قد ايه بسم الله ما شاء الله عسل عسل بجد المانجا برده تفاح المصري ده تفاح مصري برضو ولا لا ده بولندي بكام ده بولندي ب 60 ب 60 التفاح الاخضر ده بولندي ولا ده الاصفر العادي ما هوش الاخضر اللي هو بتاع الريجيم بتاع الدايت لا ده عادي ده لسه ابيض ده لسه ابيض ده بكام ده ده ب 70 ب 70 برضو ماشي يعني عايزين نعرف بقى كريز شايفين الكريز عامل ازاي؟ عجبني المانجا موربان ده عجباني قوي صراحه ما شاء الله حلو قوي برضو نرجع تاني لحكايه القرطاس الورق ده عجبني قوي الكيس الورق اهو مع التين عجباني قوي الحكايه دي اشمعنى التين بالذات اللي بتعمل له القرطاس الورق عشان ما اعرفش عليها عشان ما يتعجنش والله عشان ما يتعجنش الدكتور ما اعرف اللقطه ازاي حضرتك يا دكتور عامل ايه وش حضرتك يبان ها وشك يبان اللي يبان ماشي سلام عليكم ازاي حضرتك كل سنه حضرتك طيب حضرتك متعود تيجي هنا والله بتجيب فاكهتك من هنا ايه طعم الاسعار الدنيا عامله ايه جميله بس الاسعار مولعه السنه دي السنه دي الاسعار عاليه وهنعرف ليه بقى منه دلوقتي الاسعار عاليه لسه نادي يعني شايف العنب عالي كان السنه فاتت ب 15 مثلا تكلفه الزراعه عاليه تكلفه الزراعه عاليه السنه دي بالذات تكلفه الشحن عاليه والله فبالتالي التسعير بتاع ما يوصل للزبون بتاع ده يعني انت فاهم قصدي يعني السنه فاتت ما شاء الله الاسعار هاديه شويه لكن السنه دي ضربت شويه تكلفه الزراعه عاليه المواد الكيماويه والزراعه والمصاريف كلها عاليه والله يلا ربنا يرزقك ويرزق الناس يا رب كتر خيرك يا دكتور كتر خيرك واحدة اهو على الماشي السلام عليكم قول لي حضرتك بتيجي تاخد من هنا؟ ده بيتنا اهو بيتك اهو قدامه والله يعني طيب يعني انت بالثبت على طول بتاخد حاجتك من هنا؟ يلا ربنا امال الجيره كده يعني او انت لازم الجيره لازم تنزله السبت يحط لك حاجتك على طول انت عايزها بيعمل معانا الواجب بيعمل معاك الواجب؟ اه البورسعيديه كلهم والله بتاع واجب اه الحمد لله والله يلا كل سنه وحضرتك طيب ربنا يرزقك ربنا يرزقك يا رب ربنا يرزقك السلام عليكم ازيك يا حاج عامل ايه اخبارك ايه تمام كل سنه وحضرتك طيب قول لي بقى حضرتك اللي بترص ده تسلم ايدك بجد طريقه العرض حلوه جدا تسلم ايدك ايه احلى حاجه بتحب تعرضها اي حاجه اي حاجه بتحب تعرضها انت حابب المهنه دي احسن ما يعني بالك قد ايه هنا هنا ولا في المهنه في المهنه انا عندي 58 سنه انت عندك 58 سنه يعني اقول مثلا ربنا يديك الصحه 50 سنه بالك 50 ما شاء الله من وانت طفل ده مهنه متوارثه بقى عيلتنا اصلا بياعين والله بسم الله ما شاء الله لو انا عايز اشتري عنب مثلا تنصحني اشتري العنب ده هو والله الاثنين حلوين ده وده حلو الابيض حلو والاحمر حلو ده حلو جميل. والله والله وبيفرق من ارض لارض ولا عادي لا طبعا بتفرق بتفرق العنبية من ارض الارض يعني صح؟ في عنب فلاحي وفي عنب صحراوي والله انا افضل بقى الصحراوي طبعا الصحراوي اللي هو زي اللي انت بتعمله ده يعني ده صحراوي وده برضه صحراوي والله طب انا اعرفه ازاي العنب الفلاح من الصحراوي هو الزبون ممكن ما يعرفوش احنا ما ناس زبونة بقى بشتري اعرف منين افرق ازاي يعني. يعني في ناس تقول لك نفس العنبيه بالظبط بس ب 20 جنيه مثلا
ما انا عايزه، ما انا برضه عايزه اقول للناس، افهم للناس الناس. امسك لي كده العنقود كده، ايوه امسك عشان عايزه اصور العنقود. عايزه ايوه كده، عايزه اصور العنقود ده ما شاء الله. عنب بقى ما يعلاش عليه. ما شاء الله. لو انا بشتري بقى عنب ده جناكليز وتلاقيت واحد بره عامل عليه ب 20 جنيه وهنا ب 30 جنيه اقول لا، طب هناك ارخص بقى. حضرتك الشكل يبان، الشكل لكن في الطعم بقى هو يبان بقى. الفلاح من الصحراء ولا حتى بيسالوا، وانا لو سالته هيقول لي ولا ما هو انت مش كل الناس انا اللي لازم اعرفه. والله حضرتك على حاجه قول لي، مش حكايه تعرفين. قول لي التسعيره هي انت مثلا تسال البياع تقول له ده كذا وده كذا. يعني البياع هيقول للغالي سعره عشان كذا والرخيص سعره عشان كذا. صح كده؟ تمام، الله ينور. انا برضو بقول للناس عشان الناس، انا نفسي ساعات بشوف نفس الحاجه بس هنا ارخص 10 جنيه 5 جنيه، اقول ايه الفرق بين الغالي وبين الرخيص؟ انت كده عرفتني ان كل حاجه ولها سعرها. احنا ما بنجيبش الا نظيف. ما شاء الله، ما انا شايف الزوان بسم الله ما شاء الله. انا عشان انزل الفيديو ده اخدت ساعه عشان انزل كل دقيقه بدقيقه. الزبون بتاعنا ربنا يرزقكم. وبعدين الدليفري احنا شغالين دليفري، ده شغال دليفري بورسعيد برضو. هنا يعني سواء بورفؤاد ولا الامارات وكده لازم يكون انضف حاجه ما شاء الله والله. يعني يبقى في امانه بقى. لو انا في البيت كده طلبت منك بالتليفون كده عايزه كيلو عنب كيلو مانجا هتنقيلي احسن ما انا واقفه. صح. الامانه بقى. ربنا يرزقك. يعني هيجي لك احسن من اللي انت وانت واقفه هنا. ربنا يرزقك، ربنا يرزقك يا رب، ربنا يرزقك، ربنا يرزقك، كتر خير. عرفت منك بقى ان انت بتوزع جمله للحلوانيه. قول لي بقى انت بتعمل ايه؟ قول. احنا الحلوانيه بطلب منها اوردرات اللي هي الفاكهه مانجا الحاجات اللي لوازم الحلويات. والله بياخدوها من عندك. يعني في حلوانيه فعلا ما بتعملش بالحاجات الصناعيه، بتعمل بالمواد الطبيعيه فعلا. والله المانجا والتفاح والعنب البرو. يا سلام. الكيوي والكيوي بجد. ايوه. طب دي حاجه حلوه ان احنا ناخد من الحلوانيه ان احنا عارفين ان هم بيجيبوا بقى حاجات طبيعيه مش حاجات صناعيه. بيجيبوا حاجات صناعيه. لا طب حلوه دي. الفاكهه اللي بيحطوها الحلوانيه بتوع بورسعيد كلهم كلها طبيعيه. والله ما شاء الله. ينزلوا ياخدوها من السوق. شفتوا بقى، شفتوا بقى فاكهه بورسعيد وحلوانيه بورسعيد، هي بورسعيد كلها. تعالوا كده وانتوا بسم الله ما شاء الله نورونا وتتبسطوا. نعم بورسعيد بلد جميل. طبعا طبعا. قول لي بقى العنوان تاني. شارع كسا والغوري. شارع كسا والغوري ابو نور بجوار مسجد حمزه. مسجد حمزه المسجد اهو، مسجد حمزه. ماشي ابو نور. ماشي. هتسيب رقم تليفونك ولا مش هتسيب؟ قول. ها 0140 56 529 529 ابو نور. قلنا صفحه على الفيسبوك برضه. صفحتك برضه اسمها فواكه ابو نور. فواكه ابو نور. ماشي ابو نور، كل سنه وانت طيب. انت طيب. ماشي السلام عليك. ماشي السلام عليك. ماشي هناخد تمام. الله يسلمك. ربنا يخليك. ازيك يا حاج؟ هعمل ايه؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا حاج. ربنا يبارك لك، ربنا يرزقك. ازاي صحتك عامل ايه؟ كويس؟ ربنا يديك الصحة. انت معاهم من زمان ولا ايه؟ ده من 30 سنة. والله. ده مكانك. ده مكانك؟ بسم الله ما شاء الله. انا اللي اي حد عاوز حاجة انا بوديها. انت الدليفري. الحاج ايه؟ حضرتك الحاج ايه؟ الحاج عباس. الحاج عباس؟ ربنا يرزقك يا حاج عباس. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يبارك لك. الدليفري اهو يا جماعة، أي حد عايز حاجة يطلبها من أبو نور الحاج عباس هيوصلها له لغايه عنده. على طول. ربنا يبارك لك يا حاج، ربنا يبارك لك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. ربنا يرزقك، ربنا يرزقك.
ودي كانت جولتنا النهاردة عند فواكه ابو نور. اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا كل اصحابكم.